يو واتساب جايز، مرحبا بكم في فيديو جديد. توحشت نقول هذه الكلمه والله توحشت نقولها بالله. anyway جايز، مرحبا بي عاوتاني عندكم. مرت بزاف هذه شي شهرين ما نزلت ولا حاجه ولا فيديو ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه. السبب اللي انا ما كنتش نزل فيديو يعني سبب بسيط، يعني الظروف، والحاجه الثانيه هي النفسيه كانت تعبانه قليلا. الحمد لله اليوم انا الحمد لله عديت المرحله دي، مرحله وفات يعني، فاهم علي؟ لما كنت انا يعني مختفي نزلوا كثير تراكات، كثير البومات، يعني البوم علي ويز، مروان موسى، ألبوم يعني دارك فلوريدا ولا زي حاجة زي كده، يعني نزلوا كثير ألبومات منهم أحمد سانتا، أبي يوسف برضو. واليوم كما شفتم في السبستايتل عندنا تراك من الألبوم تبع أبي يوسف واللي اسمه ماك، راح نعمل عليه رياكشن في دي الحلقة دي. وإذا حبيتم الرياكشن قولوا لي في الكومنتس حتى أعمل على الألبوم كله، يعني ألبوم كله يعني مش سهل بس راح نحاول. anyway guys، ما غطوش عليكم بزاف، شكرا على الناس اللي كانت دائما كتسول عليا دائما أنت وين مختفي، التراكات نزلت أنت وين، يعني ما تنزل لينا فيديو. انا جيت اليوم حتى انزل لك فيديو وان شاء الله ما اختفي مره اخرى يعني. شباب في العشرينيات يا اجل كاين، ما طولش عليكم بزاف. لك اول مره كتشوف المساج خلي واحد لايك، سبسكرايب، كومنت، فعل الجرس كي يصلك اي فيديو جديد نزلت على قناه تبع المساج. اللينك تبع الانستغرام في الديسكريبشن بيلو، خش عندي في الانستغرام وقول لي كذا حاجه وانا بحاول ارد على الجميع. انا بحاول يعني انا ارد، مش بحاول ارد لما الاقي الفرصه ادخل وابقى يعني اتفشخر معاكم حتى في الرسائل، يعني عادي يعني شهر عادي يا اخي. سو يا هادشي اللي كاين، يلا اشوفكم بعد الانترو الجديد. يعني شوفي الانترو الجديد. قولوا لي ايش رايكم في الانترو الجديد في الكومنت قبل ما نخش في الرياكشن، وخلينا نخش في الرياكشن يا جماعه الخير، لاني والله يعني جد متحمس حتى اسمع الفيديو يعني واسمع التراك كيف هو يعني. بس انا نسيت نوعا ما، حس انه نسيت كيف كنت بتكلم معاكم. بس سيبكم إذا سيبكم، خلينا نخش. اتخنقت وقتها، اتخنقت. انت حاطط ايدك على البتاع دي وهي مرشوشه حاجه ملوش، انا مش عايز اتكلم في مرات تاني، مش عايز اتكلم في مرات تاني. انا هروح بدري. ابي يوسف عنده هون يعني اي ثينك هما يعني بيمثلوا دور انهم اي ثينك يعني في اوتيل ولا حاجه يعني. تعرف الناس اللي لما يجي واحد عنده الفلوس والمال والبنين وكل حاجه يعني ويعطيك المفاتيح تبع السياره وانت بتروح وبترك له السياره، هي دي. يلا تمام. كله تحت ايدي زي الموز، دكتور بس عصبي زي هاوس، باخد فيزياء بس مش I like the glasses ابي يوسف، يا ريت انك توديني وحده زي كده. عايزة تاخد باص تو ذا كلاود، مش هتاخد باص تو ذا كلاود، ببان صريح بس في الواقع مراود، بخش مش بسلم باخد شاور، كل ما بتكلم باخد السيارة دي مش مخفية يعني. السيارة دي فايت شايفها يعني في فيديو، يعني اي ثينك انه هو الفيديو تبع هو وابو الانوار وبيري في تراك ملايكة اي ثينك ولا حاجة زي كذا، كانت السيارة موجودة. والله كانت موجودة. لما بتكلم باخد باور، ماما كانت تبو انا حوم، ماما كانت تقصى انا حوم، انا نمبر 1 وانت 2، لوجو على الضهر بتاتو، حط اللوك على الخريطه وروح، حضر جن زي وادي النطول، تخش دماغي تقعد فيها مخضوب، هي تحب وشي هي تحب الخدود، واقول ما براب بتقولي شغل التكييف، بحاول اخليها هي تسيب بدل ما اسيب، بس الحوار ده مش نافع فاهم، فشكل انا هسيب زواجو موافا مولا دول المقادير يفرض جابت 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 رزم 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 سفف، قالوا لي مين احسن منك قلت محدش تيجي علم مني انا بهبش، صاحبي انا ببقى على المايك متخلف، تاخد على الوش على مين مش بكتف، صوتي حلو زي شكل براد بيت، طالق بين ثلاثة فاهم هاتريك. للعلم اول مرة اشوف ابي يوسف يعني عامل فيديو كليب ويبان وشه يعني ابي يوسف، دايما ابي يوسف في كليباته يحب يعمل افكتس كتير حتى ما يبان بوضوح ولا، فاهم علي؟ بس الفيديو ده خلى يعني تشوف ابي يوسف. ها اذا انت ما تعرف ابي يوسف الان تعرف ابي يوسف. سوري بس انا مش سوري، مش عايزك تشيل مني زي اللوري، براب لك بالمجد فام لك بالجلوري، صاحبتك عايشه عندي في الستوريز، حط لي نيشه في الكوم روك ستار على توب اوف ذا بوبس، فلوس كتير فاهم زي فورت نوكس، قصه صاحبك حركة الاوردر يبقى
حاجه جامده بس اللي التكنيك انا يعني ما فاجئنيش التكنيك لما لعب زي كده بس وانا ما انا لانه في تراك مغربي اللي الجراندي توتو اذا بدكم خشوا اسمعوه اسمه ADHD. التراك كله يعني التراك كله زي كده يعني ده تكنيك ما يعني وخلاص. جونيور لوكاس برضو عامل ده تراك زي كده يعني so التكنيك ما حاجة جامدة بس ما فاجأنيش. فضل فيه تلات قطعة تتربوكس ومكملين شغل دسة زي نوفازلين هتاتكو ادمت فمت هرب دي مش هتصدق انا واقف جنب مين جنب ماجد المصري لابس جاكيت بالنسي ماجد المصري يعني هو ده انسان مشهور عندكم ولا ايه يعني ده ماجد انا صراحة ما اعرفش ماجد واذا كان مشهور انا اسف يا ماجد لان ما اعرفكش لانه انا مغربي وانت مصري سو خلاص انا بعرف انا لسه بعرف الناس يعني انا لسه بحاول اني اعرف المشاعر وبعرف فاهم علي سو انا اسف جاء الاصلي وانا لابس بالنسياجا مش اصلي تلعب بحبك بس ما كانش قصدي معايا انا استحاله تنتصري بعمل شغل تبقى مصري بعرا انا ببقى مصري مالك بيبي اتقى مصري في البلاغه بكره هو اوه لوك 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 بيوسف هدينا شوية من المال يا أخي احنا يعني فقراء تشوف عندنا سيت اب مش جامد وحاجات يعني فاهم علي وصفي كلمة تانية وهاخده كاستي سكيتزو انا بارتيتا فلوسي رايحة على السيغة افركش مع الديفا فلوسها رايحة على بيزا برقص زي الدينا حضر جن زي كيرا داخل على السيما مثل حلو زي السيما برودة زي بومبو صاحبي زي الجوردون مش فاضي ان اقوله فانت تقوله زي الكوردون كشفت ابولو على كله اسر خلقه بغني زي الجوردون صوتي حلو مايكل بولتون مش جين انا هدنان انا عمر كتلاك وعمل هدات كبر الستات على الستات اثبات انا وطوط انا خفاش عالخاص انت بلاص تلبس قرطاس افراد او مجاميع انا بابا امون دفت قطران امطار غضبان على منفيس يعمل كاكا على الارض رغم اني رفض قلت كده كخ على البيت مني مفيش مفار ضرب على الوش ده مسين لا ده دريم بارك راكب ما بنزلش ميتين في كل حتة على الارض ده الفيرس التاني جامد خلاص والله توحش البلانات هذا والله اي ميز للعلم انا ما كنتش متبع السين يعني لما كنت غايب فيها والله ما كنت بسمع تراكات ولا حاجه يعني التراكات اللي نزلت كلها والله ما سمعت ولا حاجه ما عدا مروان بابلو هو اللي سمعت له يعني لانه انا بحب مروان بابلو anyway بس التراكات اللي ابي يوسف البوم احمد صنطا كل ما سمعتش لهمش ان شاء الله راح نعمل عليهم رياكشن سو ما تفوتوا ولا حاجه بس انا فش سولو مونولوجست انا بقول بتعدي منه كوبري لما شوط تبقى فلوت مش ريتا مش تو ده ريفرنس ده مش يو اقلبها بلند كو هنبط اجيب له مبو عامل مملكه ما تشوفنيش اخزع عينك اتخانق مع اخواتي مالكش فيه او بتخانق مع لا ده 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 اي ثينك ده 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 نكش 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 يعني رساله مش نكش فاهم علي شوف هنا ابو الانوار شوف هنا اي ثينك هو ده للبابا اي ثينك وماجد وده الانسان ما عرفتوش يعني بيرد على لما كانوا في 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 تيم واحده يعني وخلاص الكل يعني شق طريقه نقول شق طريقه كي نقولها بالمصريه ما غنعرفش كل واحد راح على الطريقه اللي هي بتسلك فاهم علي سو وهنا يعني تشوفهم كل يوم هنا مجموعين يعني حتى ما بقاوش تيم واحده بس هما اخوات يعني الاخوه قبل الموسيقى يعني فاهم علي سو ده يعني رساله بحد ذاتها للبيبليك وبحد ذاتها للرابرز اللي نكشوهم من قبل على ده يعني فاهم علي سو دي حاجه جامده اخواتي مالكش فيه احنا عيله اتصالح مع اخواتي مالكش فيه احنا عيله الكيس هيتقل منك وانت مش قد الشيله اي برجرز صحه حبيبي صحه دايركتد باي حسن خرشي انت جامد ويعني الفيديو كليب سيمبل في حاجات جامده سيمبل بس جامد انا بتعجبني دول الفيديو كليبات اللي ما يكونش فيها كتير افكتات فاهم علي تخليني استمتع شراوت ليك شكرا ليك
anyway, شكرا لكل اللي كان يعني موجود في الفيديو كليب عملي منهم بروديوزر عمر محمود إصطافي وبرود باي إسماعيل نصر. ده إنسان جامد ودائما ما بيكون تعاون بينه وبين أبي يوسف إنما يكون التراك جامد فشخ مفشوخ. داب باي فارس خالد ماهر يعني ما بديش أقول كل الأسماء حتى ما أنسى ولا واحد يعني عمر إمام محمد بيومي يعني يوسف معروف زياد أحمد كلكم كلكم شراوت لكم على هذا العمل. اي بس برود جامد اسمع اسمع. وخلص التراك يا جماعة بيتروت اللي يعني عملوا خلص التراك يا جماعة الخير والسلام ما عندي ولا حاجة أقولها على التراك من غيره أنه جامد يعني تراك أبي يوسف ما تقولش أنه جامد لا ما يمكنش مش أقول ده يعني لأنه أبي يوسف ما لي بس أنا دايما بحاول أقول يعني الصراحة وجهة نظر يعني ممكن تختلف معي وممكن تكون متفق معي ما يهمك ده صويا هادشي اللي كاين و اي ثينك من ذا الفيديو كليب ومن ذا تراك من الالبوم تبع ابي يوسف رش الشيطان اي ثينك انه الالبوم كله جامد وان شاء الله راح نعمل عليه رياكشن ضروري يعني مش سهله بس راح نعمل عليه رياكشن بدعمكم يا جماعه الخير و يا كما قلت لكم في الانستغرام بدي مصر كلها بتعرف ان في مينيز باك وراح ينزل لكم فيديوهات يعني فاهم علي سو الفيديو ده راح تعمل شير مع اصحابك مع قرايبك مع اي حاجه يعني فهم علي بدي انا الفيديو ده يدير بوم في مصر بوم عالمي عالمي صويات اللي كاين احبكم في الله وبدي اشكركم مره اخرى على الرسائل اللي كنتم دائما بترسوا كتصيفطوا لي في انستغرام انت مختفي وين يعني والله بوم عليكم شكرا لكم كتير يعني حسيس يعني يا اخي حسيس ما بدي خلاص راح ابكي لكم هون يعني شكرا كثير واشوفكم في فيديو جديد في رياكشن جديد وقولوا لي في الكومنتس يعني شوفاتني يعني وراح اشوف الكومنت اللي بينعاد كثير راح نعمل على داك التراك ولا داك الفيديو كليب صويا هادشي اللي كاين وحبكم في الله السلام عليكم